اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاك. طيب حلقه النهارده انا هتكلم فيها عن حاجه خياليه شويه. فكره الموضوع ببساطه هو كان بيتكلم عن ريل استيت متقسم لكذا مجموعه، كل مجموعه فيها في الأرضية بتاعتهم عاملين زي ستونز كده بألوان مختلفة، فأنا مختار كذا شكل للستونز ديت، حبيت إن أنا أوظفهم. هما كده كده كانوا عايزين يركزوا على الستونز وفكرة الستونز نفسها، كانوا عايزين الموضوع يبقى خيالي شوية، فأنا حبيت إن أنا أخش في الحتة الأرتستيك شوية. طيب تعالوا نشوف مع بعض إحنا عملنا إيه. أنا جربت لكل ستون طبعا فكرة منهم الشكل المجمع بتاعهم كلهم، فتعالوا نشوف مع بعض احنا عملنا ايه. ده الشكل النهائي اللي انا المفروض ان انا اوصل له، ده من غير التكست. اوكي تعالوا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. طبعا اول حاجة بعملها نيو فايل، طبعا المقاس اللي انا بشتغل عليه دايما عادة بيكون 1920 × 1080، ممكن نسمي الفايل اي حاجة، مثلا جيد ستون. طبعا انا لو حابب المقاس يكون اكبر مفيش اي مشكله، ونبدا نشوف الايتيمز اللي عندي. طبعا الماتيريالز كلها انا محضرها، نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها، ممكن حاجه زي كده، ممكن نشوف برضو الارضيه بتاعتي ونكبرهم بالمقاس اللي احنا محتاجينه بالشكل ده. طبعا انا بحدد مستوى الارض بتاعي زي ما انا عايز. وببدأ طبعا لازم اكون عارف انا هستخدم ايه في السلكشن بتاعي. انا ممكن استخدم الكويك سلكشن، ليه؟ علشان هو انا كده كده عندي هنا باين الابيض، فهيبقى مظبوط معايا. انا لو جيت عملت كده هو لقط على طول الحاجات اللي فيها ابيض، وبعد كده بعمل كوماند شيفت اي علشان انفرت السلكشن بتاعي، وبعد كده بدوس ماسك، هو كده كده اوريدي فصلها لي. طبعا لو في عندي شويه مشاكل انا ممكن اظبط الحاجات دي في الحتة دي مثلا. هدي بس نظبط الحتة دي خالص. اوكي ممكن انزل ده شوية. كده مثلا. اوكي عندي الحتة ديت انا طبعا بظبطها واحدة واحدة، وببدأ اشوف حاجات تانية ممكن تبقى عندي، ممكن حاجة زي كده. تعال نشوف لو عملنا بلندنج مود ممكن تديني ايه. انا عايزة درجات غوامق، فانا ممكن اقعد اقلب لحد ما القط الدرجة بتاعتي او الدرجة المناسبة مع السم بتاعتي. طيب ممكن عندي سوفت لايت. سوفت لايت كويس، وهعمل ماسك وامسح الحتت اللي انا مش محتاجها. طبعا الجزء اللي تحت ده كله انا مش محتاجه، وبعد كده بقى ممكن نهدي الحتة اللي فوق دي سنة بالشكل ده. اوكي ماشي. انا ممكن بالنسبة لي دوت برضو اغير لونه شوية، ممكن ادوس كوماند يو ونختار درجة أخضر سنة بسيطة. بالشكل ده. أوكي طيب تعال نشوف حاجات تانية عندنا برضو، ممكن حاجة زي كده.
انا بالنسبة لي يعني هعمل ده ليه كده؟ علشان انا عندي هنا تحت في فراغات، الحتت ديت كلها الفراغات اللي مش ديت انا عايز ابين منها سنة اخضر، فانا يعني عشان برضو انجز فممكن اجيب لير وابين فيها شوية تعليقات في الارض. نغير البلندنج مود برضو لحد ما نوصل لأنسب لير ملائمة مع الدرجة بتاعتي. طبعا أنا عندي حاجة زي كده شكلها لطيف. اوكي ممكن نهدي سنة في الأطراف بتاعتها برضو، نعمل لها ماسك ونهدي فيها سنة. مش كل الحتت اللي فيها ممكن تبان، يعني في حاجات كتير قوي ممكن نخبيها، حاجات زي كده مثلا ممكن نخبيها، كل ده ممكن يستخبى. اوكي ممكن اعمل لاير تانية واضيف فيها درجة الاخضر وامشي على كل الفراغات ديت بشكل عشوائي. اوكي بس انا هجري الحتة دي سنة. طيب بعد ما عملت التخطيط العشوائي ده بدوس V وبختار البلندنج مود بتاعي، بعد اغير فيه طبعا لحد ما يجيب لي اكتر حاجة ملائمة مع الشكل بتاعي. ممكن بالشكل ده مثلا ونديها سنة بلور بحيث ان هي ما تبقاش باينة قوي انها داخلة بالطريقة دي. اوكي تمام. طيب نبدأ نشوف ايتمز تانية عندنا. عندي مثلا حاجة زي كده الشخص نفسه. اوكي طبعا الكلام ده نرتبه برضو، ممكن نحطه في جروب ونخليه باك جراوند. اوكي ونبدأ نغير في الشخص ده نفسه، نخليه ملائم مع الأرضية بتاعتي. طبعا انت بقى عايز تسنتر بقى الشخص، تخليه في النص، عايز تتخره يمين سنة تتخره شمال سنة، دي موضوعك انت. انا شخصيا عامله في النص وممكن اخليه في النص بالظبط. انا بسلكت الاتنين وباجي اما ادوس هنا هو كده جابهولي في النص بالظبط. اوكي ممكن يصغر شوية وينزل سنة لتحت. اوكي ونبدأ نجسم فيه شوية ونبدأ ناخد المود بتاعنا بحيث ان هو يوصل للمرحلة اللي بتلاقي مع الأرضية، مع درجات لون الأرضية. كوماند يو وادي له برضو سنة أخضر. مثلا كده. اوكي طيب بعد كده ببدأ احط له الشادوز بتاعته. طبعا لازم هعمل له جروب لان ده ممكن الحاجات بتاعته او الايتمز بتاعته اللايرز بتاعته تبقى كتيرة، فاحنا هنحتاج ان احنا نعمل له جروب علشان ما نتلخبطش. اول حاجة طبعا انا بعمل له الشادوز بتاعته، طبعا انا بعمل دورية واحطها على طول في الارض وبسكيو الدورية ديت. طيب اول حاجة طبعا الدورية الكبيرة خالص
اللي هي بتمثل الجزئين بتوع رجله. اوكي ممكن تبقى كده مثلا. ونجرب البلندنج مود بتاعها برضو، ممكن يكون كويس. لو حسيت ان هو مش كويس يبقى خليني في الاصل بتاعي، نرجع نخليها نورمال، وممكن نهديها سنة. بالشكل ده نصغرها برضو شوية. هنا في الأحمر زاد شوية فأنا هعديه. طيب هنعمل بعد كده لكل رجل فيهم هنعمل لها شادو. اوكي برضو هنعمل لير جديدة ونعمل الأسود بتاعنا ونصغره خالص على مقاس الرجل بالشكل ده. ممكن نعمل منها كوماند جي على طول وناخدها نخليها هنا. تمام. طيب هنحط لير فوقيها ليه؟ علشان انا محتاج ان انا اغمق الجزء اللي تحت ده، كل ده هيغمق. اوكي وهنديله بلندنج مود، لان طبعا عشان يبقى واقعي لازم يبقى الغمقان بتاعي سوفت لايت وحاجه خفيفه شويه. اوكي هنقلله سنه بسيطه بالمنظر ده. طبعا انا لو حاسس ان الارضيه عندي منوره قوي، يعني مثلا لو حسينا ان دي منوره قوي فاحنا محتاجين ان احنا نهديها. كده مثلا. ولو حاسس ان الوانها لسه مش مظبطه انا ممكن اخش هنا واظبط الارضيه بتاعتي واشيل من عليها الحاجات اللي مضايقاني. يعني انا ممكن مثلا اجي هنا واغمق الجزء اللي مش عاجبني، الاجزاء دي ممكن اغمق فيها الجزء اللي مش عاجبني. تمام. طبعا الجزء اللي ورا ده هيبقى منور كده كده فما عنديش اي مشكلة فيه. طيب بعد كده ممكن نيجي نعمل منه لاير تانية. اوكي نحولها اسود اسود خالص وهنعمله convert smart object. سوري نعمله convert smart object ونعكسه على الارضية. طبعا لو عمل معايا المقاس الكبير خالص ده، السايز بتاع الكبير ده خالص، هضطر ان انا اعمل راستر الاول. اوكي هيطلع كده ونخليه برضو سمارت اوبجكت عشان لو احتاجناه تاني بالشكل بتاعنا. طيب كده صغر خالص اهو. طيب في حاجة مهمة في الاضاءات، انا لما باجي اعمل مثلا قدام الشخص ده انا هعمل له اضاءة او هعمل حاجة منورة قدامه، فيفضل ان انا الانعكاس ده لو هو في النص بالظبط هو هيرمي شادوز في كل حتة. يعني انا ما عنديش الشادو بس، يعني لو حاجة قدامك الشادو مش هيبقى وراك بس انت ممكن تلاقي الشادو منكسر يمين منكسر شمال، فالحتة ديت لازم تركز فيها وتاخد بالك منها. طبعا موضوع ان احنا نذاكر الشادوز والاضاءات والكلام ده كله انا ما عنديش اي مشكلة فيه، نبقى نظبطها وممكن اشرح كمان موضوع الشادوز والافكتس والحاجات دي. اوكي طيب هنظبط الشادو بتاعه ونخليه بانسب طريقه مثلا احنا عايزينها، ممكن يبقى بالشكل ده. اوكي ممكن اخد منه واحد تاني على طول ونعمله كده مثلا. وممكن اخد منه واحدة تانية ونعملها كده مثلا. اوكي خلينا بس نكبرها سنة كمان بالشكل ده. ده ممكن يطول سنة وده نتأخر شوية هنا. تمام كل انكسار فيهم هيكون ليه درجة
يعني شفافية مختلفة عن التاني. يعني مثلا انا ده عندي هنعمله overlay. تعال نجرب الاول blending modes. تعال نشوف المالتيبلاي مثلا. طيب احنا عايزين حاجة فتحة. طيب خلينا ده نخليه نورمال لان طبعا اللي ورا هيبقى اقوى حاجة. ممكن نخليه 50 مثلا, وده ممكن نخليه soft light او overlay. خلينا soft light وده خليه soft light. اوكي تعال نجرب ده soft light تاني. طيب في الحالة ديت انا ممكن اعمل له duplicate. اوكي طيب طبعا لازم نجرب لحد ما نوصل للمرحلة اللي تناسبنا. دول الاتنين احنا هنحتاج ان احنا نهديهم سنة. واحد كده مثلا وواحد تاني بيبقى اقل سنة. يعني هما كلهم ما بيبقوش زي بعض, كل شادو منهم لما بينكسر ما بيبقاش زي التاني خالص. ده ممكن يهدى وده ممكن نديله سنة بلور. نخليهم مثلا 4. ده ممكن نديله برضو بلور. وده ممكن اخد البلير ده على طول كوبي عليه. اوكي طبعا انا عايز ابعده شوية. اوكي طيب بعد ما عملت دول انا ممكن اخدهم في جروب واعمل لهم ماسك. طبعا الجزء اللي تحت ده هيقل سنة بسيطة. بالشكل ده مثلا. لو حسيت ان ده عايز يتقل تاني ممكن نحط منه واحد برضو كمان بالشكل ده. اوكي وممكن نضيف له برضو شادو طول ما انا حاسس ان انا الدرجة عندي مش مظبطة ورا, فانا بقعد اظبطها لحد ما بوصل لانسب مرحلة من درجة الغمقان بتاعتي او درجة السواد. اوكي ممكن نقلل دي سنة. طول ما انا شغال انا بحاول اجرب البلندنج مود لحد ما اوصل للمرحلة اللي تناسبني انا ورؤيتي انا. طيب عندي بعد كده الشخص ده محتاج ان انا اغمقه سنة. نبدأ نخش على الدرجات بتاعته. طبعا كل ده اغمقه ويديله بلندنج مود. ممكن بالشكل ده تمام. وابدأ اخش على الـ outer glue والـ inner glue. اوكي الـ inner glue طبعا انا هاخد من درجة السما ديت بالشكل ده. طبعا عايز ازود بقى الدرجة بتاعتها, عايز اخففها, مفيش اي مشكلة ممكن كده. والاوتر جلو نفس برضو اللون. يعني انا بيفضل طبعا ان انا باخد الدرجة بتاعتي من الانفايرومنت اللي حواليا. يعني انا لما باجي اشتغل انا باخد الدرجة من الطبيعة اللي حواليا. ليه؟ علشان يماتشوا كلهم في الاخر مع بعض. طبعا هعمل كليك يمين وكرييت لايرز وامسح طبعا الاجزاء اللي مش مناسباني. طبعا كل اللي عند الرجل ده ممكن امسحه وهنا ممكن امسح شوية. بالشكل ده مثلا. اوكي ممكن ازود
ليرز تانية فوقيها، ممكن اجي فوق ديت خالص من غير ما تبقى يعني مربوطه بيها، ممكن اجي اعمل حاجه زي كده. طبعا الحته دي بالنسبه لي لما بنورها وديها الدرجه بتاعتي بيبقى شكلها مختلف تماما. اوكي ودي بلندنج مود. مثلا سوفت لايت ونعمله جاوزن بلور. طبعا عند الحتة دي باينة شوية نعديها سنة. بالشكل ده ممكن طبعا اغمق شوية في اللي حواليه، يعني انا ممكن اجي في الجزء اللي تحت ده اغمقه، نعمل واحدة تانية درجة اسود ونغمق الجزء ده شوية. تمام انا طبعا بقعد اجرب 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 لحد ما بوصل للمرحلة اللي بتناسب رؤيتي انا. طبعا غيري اكيد ممكن يبقى في حاجات مش عاجباه، وفي ناس تانية طبعا بالنسبة لها ممكن يبقى الرؤية مظبوطة شوية، طبعا كل واحد حسب رؤيته. برضو ممكن اجي اخد لون من ده مثلا وانور بيه الاجزاء دي كلها. طبعا انا باخد اللون الاول بيور وبعد كده ببدأ ادي يعني اجرب البليندنج مودز بتاعتي. اوكي طبعا انا بغير كتير برضو في البلندنج مود كتير. ليه؟ علشان ممكن اجي اجرب حاجة الاقيها مش مناسبة فما اغير فيها تاني واحاول اوصل لمرحلة تانية. في ناس بتبقى حافظة بس اللي هو انا هستخدم اوفرلاي هستخدم سوفت لايت، لا انا احب اجرب لان معظم الحاجات ساعات ممكن تطلع مش مظبوطة معايا فاضطر ان انا اغير فيها لحد ما توصل للدرجة المناسبة. اوكي طيب درجة الباك جراوند بتاعتي ممكن تبقى محتاجة تاخد تون شوية الأخضر كلها مرة واحدة. حلوة الدرجة دي ونعديها سنة. درجة زي دي بس يعني هي جمعت اللونين مع بعض، اللون اللي تحت واللون اللي تحت اللون اللي فوق. اوكي طيب تعالوا نشوف مع بعض عندنا ايه تاني. طيب عندنا حاجة زي كده. اوكي انا ممكن اشتغل فيها برضو على طول لوحدها هنا وممكن احطها في الفيجوال واشتغل عليها. طيب انا بالنسبة لي يعني عايز بس اضم الاجزاء ديت شوية. اوكي دخلت طبعا على الكوفاي وظبطت الاجزاء دي شويه. تمام انا اشتغل على ديت على طول، هشوف حاجه زي كده ممكن اخدها احطها هنا كده شويه. وعايز ابين انها جوه الشكل بتاعي ممكن نعمل انر.
اوكي تمام طبعا انا ببدأ اظبط في الحاجات ديت لحد ما اوصل لاقصى مرحلة ممكن تريح عيني واحس انها مظبوطة وباين انها يعني داخلة جوه الحجرة. طبعا في حاجات ممكن ان انا مجرد ان انا احطها تبقى باينة انها داخلة غارزة شوية. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. اوكي ممكن نعمل عليها لير ونديها درجات سودة شوية. كده مثلا طبعا انا كل ده بالنسبة لي ممكن اغمقه اصلا بايديا على طول. بالشكل ده مثلا هي كده بدأت تبان شوية انها غرزة في الستون. انا بس اولا انا احول ده لسمارت اوبجكت عشان لما اخده هناك ونغير في الالوان بتاعته. ممكن برضو أغير في الألوان دي. أوكي وممكن أبدأ أعمل في ديت ماسك. تعال نشوف مثلا لو جينا عملنا نعمل حاجة سيلكشن للمنطقة ديت. حتة زي دي مثلا كل الحتة ديت كده انا لو اخدتها شلتها تبين اكتر ان الستون وهي حتة واحدة اهو. طبعا انا كده في حاجات هضطر ان انا اشيلها من هنا. وتعالوا نجرب حاجات تانية برضو هنا. ممكن الحتة دي غامقة سنة بسيطة. تعالوا نجرب برضو ان احنا نمسح شوية في حتة تانية كده. لان هي طبعا لو داخلة في الشكل بتاعي عمرها ما تبقى يعني مظبوطة كده واخدة الشيب دوت مظبوط. فاحنا خلينا نظبط شوية الحتة ديت بحيث انها تبقى باينها داخلة فيها.
تعالى نديت شوية بلور. احنا طبعا لو في حاجة حاسين ان هي مش منطقية شوية او شكلها غريب بنبدأ نظبطها سنة. تعالوا نشوف شكلها كده. طيب هي كده ممكن يبقى شكلها شوية انها يعني مظبوطة. احنا ممكن بس نجمع الحاجات كلها. اوكي، وممكن اديهم لون واحد، ممكن ناخد لون من ده مثلا. انا بحب طبعا اي حاجة انا بعملها بحب ان انا اديها لون واحد بحيث انها كله يبقى واخد نفس التون. ونديها blending mode. تعالوا نجرب color مثلا ونخليها حاجة زي كده. ماشي، ممكن نبدأ ندي ديت اوتر جلو. طيب احنا كده احنا محتاجين بعد ما خلصنا المرحلة ديت ممكن ناخدها على هناك. طبعا يفضل لو انت شغال فيها تشتغل فيها على المقاس الاكبر بحيث ان انت تبقى شايفها. اوكي، ونبدأ نغير في ألوانها بقى لحد ما نوصل لأكتر مرحلة مناسبة من الألوان. تعالوا نغير في ده. اوكي، ممكن نرفعها سنة كمان بسيطة. وطبعا هندي برضو لديت الـ outer glow والـ inner glow. outer glow inner glow. ماشي، والـ outer ممكن برضو نكبره شوية مفيش مشكلة. لو حاسس ان في حاجة مش مظبوطة مفيش اي مشكلة ان انا اظبط فيها تاني واشتغل فيها تاني. اوكي، طبعا بعد ما وصلت المرحلة ديت ابدأ اخلي الستون تبقى مجسمة اكتر وابدأ اشوف لها حاجات تانية ممكن أضيفها. ممكن مثلا حاجة زي كده. ونعمل لها blending mode. تعالوا نجرب بقية الحاجات برضو لحد ما نوصل لأنسب مرحلة.
طيب هي لايتنج اوس يعني احسن حاجة تقريبا. هنشيل بس الزيادات. اوكي ممكن نستخدم برضو حاجة زي كده ونعمل لها blending mode. طبعا بشوف برضو انسب حاجة overlay. طيب هي screen عامة احسن حاجة، ونصغرها ونخليها باينة كأنها طالعة من الستون. اوكي برضو همسح الزيادات اللي هنا عشان ما يبانش ان في خط كده خفيف. بالشكل ده. طيب بعد كده ممكن نشوف حاجة تانية عندنا برضو بالنسبة للحتة دي سنة، ممكن أكبر دي شوية. طيب احنا محتاجين بقى بعد كده على الستون ديت ان احنا ننور الحجارة نفسها، يعني ممكن مثلا تعالى نعمل درجة زي دي ونديها حاجة زي كده مثلا. اوكي في حاجات تانية برضو ايتمز عندنا ممكن نضيفها، ممكن حاجة زي كده. تعال نشوف افكت زي ده لما نحطه هيعمل ايه، ونديها blending mode. احنا ممكن نخليها مثلا overlay. اوكي ممكن ندي واحدة تانية فوقيها بالشكل ده. تعال نشوف برضو حاجة زي كده لو كررناها تاني ممكن تبقى عاملة ازاي. ممكن ناخدها ونعكسها. اوكي نديها لون تاني بس كده عشان ايه متبقاش واخدة قوي من اللون ده. تعال نجرب نعكسها تاني. اوكي كده شكلها لطيف شوية.
طيب تعالوا برضو ندي شوية إضاءات على الحجرة نفسها. اوكي كده شكلها لطيف شوية. عندنا ايه تاني؟ ممكن نضيف برضو لير ضوء هنا الناحية دي كده سنة. بالشكل ده مثلا شكلها لطيف. ممكن نضيف واحدة تانية. طبعا هو كله بيعتمد على الأضواء والألوان بتاعتي اللي أنا بحطها. تعال نشوف دي ممكن تعمل لنا شكل عامل ازاي. طبعا أنا كل ما بحس إن اللون متناسب معايا وشكله مريح لعيني وحاسس إن هو يعني شكله حلو، ببدأ أستقر على اللون ده وأخش على حاجة تانية غيرها. تمام. طيب ده كله في الحجارة عامة. تعالوا بس احنا محتاجين نهدي ده سنة او نغير في البلندنج مود بتاعه. اوكي كده شكله أريح للعين. اوكي تعالى ممكن ده يغمق برضو سنة بسيطة، او اكشلي لدرجة الأخضر ديت حلوة، ممكن ننورها عليه. سوفت لايت. طبعا لو عايز شغل ادق من كده كمان مفيش اي مشكلة، احنا ممكن نعمل كل الكلام دوت ونبدأ ننور كل حاجة فوق اللاير بتاعتنا. يعني انا ممكن اجي اعمل حاجة زي كده وابدأ ادي كمان الابيضات بتاعتي بحيث ان هي الشكل بتاعي يبقى واخد تون جميل جدا معايا. يعني ممكن كل ده ينور ابيض. طبعا انا كل الكلام ده هعديه دلوقتي. كده مثلا نعمل بلين مود مثلا. وممكن نديها سنة بسيطة أوي جاوزن بلير. اوكي كده تعالوا نغمق ده شوية. طبعا كل درجة بتحطها بيبقى ليها تأثير على الفيجوال بتاعك. أحيانا الواحد ممكن يكتر حاجات ما تبقاش حلوة، وأحيانا ممكن الحاجة لما تكتر يبقى شكلها لطيف. طبعا انت مش هتعرف غير لما تجرب ده. تمام.
طيب تعال نشوف ماتيريالز تانية عندنا، ممكن حاجة زي كده مثلا. ممكن نحطها عند الستون. ممكن تدي تأثير شوية. تعالى برضو نغير في البلندنج مود لحد ما نوصل لدرجة مناسبة معايا. ممكن حاجة زي كده برضو. ناخد منها واحدة تانية. نشوف كده. اوكي. تمام. ممكن بس يهدوا سنة بسيطة وننور شوية عند الرجل هنا. أنا محتاج إن أنا أدي نور خفيف أوي هنا. تمام. طيب نشوف برضو ماتيريالز تانية عندنا. طيب عندنا، طيب خلينا نخش في الطيور. عندي طيور هنا برضو أنا مجهزها. نقفل بس الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. طيب حاجة زي كده اوريدي فيها الطيور بتاعتي انا محضرها، هي كلها مقصوصة واخدة سنة افكت كده. احنا بس ممكن نغير فيها حاجة بسيطة. خلينا نصغرها مثلا. طيب انا هنا الطيور بتاعتي هتبقى واخدة شكل تاني مختلف اصلا. يعني ممكن الطيور طبعا انا مش محتاجها، ماخدهاش خالص. خلينا نشيل برضو اللي احنا مش محتاجينه. طيب في هنا افكت برضو كنت حاطه بحيث ان احنا عايزينهم يبقى الموضوع فانتزي شوية. تعالوا نشوف كده. طيب أنا عندي دي تمام، عندي دي تمام،
دي مش تمام قوي، فاحنا خلينا نصغرها سنة. ممكن نخليها كده ونقللها سنة بسيطة. اوكي، ممكن دي تصغر برضو سنة بسيطة. اوكي، نشوف برضو ماتيريالز تانية عندنا ممكن نحتاجها. ممكن الريش نفسه بتاع الحمام برضو نفس الكلام، محضره وواخد الإفكت بتاعه. تعالى بس نصغره شوية. تعالوا برضو نحط فيهم الإفكت. أنا كل ده أنا مش محتاج، أنا ممكن أخد حاجة بسيطة خالص. اوكي، تعالى برضو نصغر دي سنة بسيطة. طيب نشوف عندنا ايه تاني. دي اكشلي ممكن نخفيها شوية. طيب تعالى نشوف دلوقتي عندنا ايه تاني. برضو ممكن حاجة زي ديت، انا جايب خشب جاهز برضو فيكتور، او ممكن يبقى بي ان جي، ونحطه على الاجزاء بتاعتنا هنا مثلا. اوكي، عندي حاجة برضو زي كده. طبعا كل الجزء ده هو الجزء اللي بره، فبيبقى مش باين قوي. ممكن نعمل لها فليب ونستخدمها الناحية التانية. اوكي، تعال نشوف برضو عندنا ايه تاني. ممكن حاجة زي كده. الشكل ده مثلا ممكن نجيبها على الناحية التانية، تبقى هنا كده مثلا. اوكي، خليها هنا كده مؤقتا. عندي برضو حاجة زي كده، انا اوريدي قصصها، ممكن نستخدمها هنا. اوكي، يعني انا برص الحاجات اللي على الطب. خلينا بس نقفل الاول الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. خلينا نقفل دول. اوكي، طيب بعد كده يعني ممكن بس نظبط حاجة هنا خفيفة.
خلينا بس نظبط الحاجات دي الأول كده لحد ما نوصل لأكتر حاجة مرضية. ممكن دي برضو أخليها هنا. عايز أزود منها تاني؟ ماشي مفيش مشكلة. كده مثلا اوكي. طيب نعملهم بعد كده اوتر، نعملهم جاوزن بلور او ممكن نعمل لهم موشن بلور. اوكي انا عندي هنا اوريدي الجاوزن بلور تبقى بالشكل ده، برضو بقية الحاجات طبعا. الحاجة اللي انا حاسس ان فيها الجاوزن بلور كتير هقللها. انا بس بوريكو كده بسرعة علشان انجز معاكو. طيب حاجة زي كده انا عايز اقللها سنة بسيطة كده مثلا. خلينا ندخل دول برضو في جروب عشان ما نتلخبطش. انا بس هقلل كل حاجة لخمسة. عشان بس تبقى باينة شوية في الفيجوال بتاعي. اوكي كده طبعا. خلينا ممكن نضيف layer solid اسود ويخليها soft light. طبعا هقللها شوية. اوكي تعال نشوف مثلا افكت تاني حاجة زي كده. تعال نشوف دي تتعمل لنا ايه. ممكن نخليها نصغرها شوية. كده مثلا نعمل لها blending mode. بالشكل ده مثلا تعال نشوف بقى هنا حاجات ممكن نضيفها برضو. خلينا نصغر دي بس شوية. طبعا أنا بقعد يعني أغير وأجرب كتير لحد ما بوصل للبرفكشن أو بوصل للشكل
يعني اللطيف اللي وصل لدرجة حلوة معايا، حاجة زي كده برضو. مش شرط ان انت تحط التوزيع زي ما هي بالظبط، انت ممكن تغير براحتك لحد ما توصل للحاجة الملائمة للتصميم بتاعك. انا شخصيا بجرب لحد ما اوصل الشكل المناسب معايا. اوكي طبعا انا لو عايز ازود حاجات من ديت اكتر مفيش اي مشكلة. طيب انا عايز اجزاء تاني تغمق في الحتة ديت، خلينا برضو نشوف الايتمز التانية اللي عندنا. بعد كده ممكن اجي اضيف حاجة مثلا زي كده. طبعا انا هنجزكوا بس في الوقت، فهجيب حاجة جاهزة على طول. طبعا هي اللاير ديت فيها شجر بس محطوطين في الجناب، حاجة زي كده حاجة زي كده. طبعا الحتة ديت ممكن بس اتأخرها سنة بسيطة. وطبعا الحتت اللي انا حاسس انها زيادة او مش محتاجها بشيلها خالص. اوكي ممكن أضيف عليها درجة سودة زي دي مثلا كده، ويديها blending mode. زي كده مثلا. اوكي طيب انا بالنسبة لي كده تمام، يعني انا بالنسبة لي كده وصلت لمرحلة كويسة. خلينا ممكن نعمل solid color وندوس اوكي، نخليه مثلا soft light ونهديه خالص درجة زي دي. نخش على Selective Color. طبعا ده لو انا هقفل بقى خلاص. ممكن نشوف الدرجات بتاعتي اللي انا عايزها، ممكن نظبط فيها شوية. طبعا عايز درجات الاخضر بتاعتي. اوكي ممكن نخش في درجات الاخضر نفسها ونغيرها، ممكن نديها تون أصفر شوية. ده لو أنا عايز أتنور سنة كمان بالشكل ده. أوكي طيب تعال نجرب تاني الكالر لوك اب. طبعا أنا كل ما بحط لايرز كل ما الموضوع بيختلف أكتر. طبعا هنا بيدينا مود تاني خالص، وممكن نديها واحدة تانية كمان. أوكي هنشوف كده من غير دول، السما تخضر سنة. اوكي طيب انا في حاجات هنا ممكن اشيلها، يعني ممكن حاجة زي كده اهديها سنة لو في حاجة زيادة قوي. تعال نعملها تاني. شكل ده مثلا. اوكي طيب ممكن نعمل gradient مثلا، بنقلل السكيل بتاعه شوية ونخليه تحت درجة بسيطة خالص. تمام ممكن برضو يهدى سنة بسيطة.
اوكي برضو ممكن نشوف حاجة مثلا زي الليفلز. الشكل مثلا كيرفز، لو عايز اغير حاجة مثلا معينة في الجرين بتاعي. اوكي وبعد كده ممكن ابدا اقفل كوماند الت شيفت اي و بدوس كاميرا رو فلتر. طبعا اول حاجه اوتو، تاني اول حاجه بعمل اوتو. طبعا بالنسبه للاوتو هيوريني ان هي يعني دارك قوي، فهيبقى محتاج ان هو يغير فيها. طبعا احنا مش هنمشي مع ده، احنا ممكن نبدا احنا نظبط مع نفسنا الالوان اللي احنا محتاجينها. طبعا كونتراست مهم، ممكن الإنارة اللي قدامه دي تهدى سنة، ممكن الشادوز تخف سنة، الوايت لا خليه زي ما هو، ممكن نغمق سنة دي نديها سنة كلاريتي خفيفة، ممكن فايبرنس. طيب هزود الديتيلز بتاعتي الشاربن عشان تبقى واضحة أكتر. ممكن بقى طبعا لو في اي الوان تانية عايز اغير فيها اظبط فيها. طبعا الاخضرات بتاعتي الاخضر بتاعي كده كده واضح، مش محتاج ان انا العب فيه كتير. ممكن اخش هنا اغمق سنة في الحتت دي، الشكل ده مثلا. اوكي طيب ممكن نعمل واحدة تانية او نعمل شيفت ديليت ونعمل الاول الطبقة اللي هي اللي انا هشتغل عليها دوج اند بيرن لينير لايت. اوكي وباجي هنا بالدوج تول ببدأ أنور مثلا الحتت اللي أنا محتاج إن أنا أنورها. طبعا في حتت ممكن تلسع قوي معايا مفيش مشكلة. طبعا الدوج ممكن ياخد وقت أكبر من كده، بس أنا بحاول أنجزه بحيث الناس تبقى فاهمة ان انا بقفل بيها في الاخر. اوكي طبعا ممكن يعني اضيف تفاصيل كتير جدا في الدوج اند بيرن، في ناس كتير قوي بتشتغل في الدوج اند بيرن كتير جدا. يعني انا ممكن اجي اقوم عامل على الشجرة نفسها أديها دوج، يعني حاجة كده بسيطة أوي تقسمها. اوكي ممكن نخش شوية على البيرن. ممكن أغمق سنة في الجزء اللي في ظهره ده، ممكن أغمق هنا سنة. بالشكل ده مثلا. تمام ممكن بعد كده برضو لو عايز اقفل اللاير تاني واشتغل عليها برضو في الكاميرا رو فلتر ما عنديش اي مشكلة.
وطبعا لو عندي تكست مثلا زي ده ممكن اخده على طول احطه على الفيجوال بتاعي. اوكي، عندي بس كام حاجة هنا تتظبط في التكست نفسه. طبعا بالنسبة للحتة دي كلها هتبان تاني. مية عندي الحتة ديت هتختفي. شكل ده مثلا. اوكي، كده باينة شوية انها مختفية وراها. نفس الكلام بالنسبة لهنا. الشكل ده تمام كده. ده بالنسبة للفيجوال بتاعي. ممكن بس أدي درجات برضو بسيطة تانية أغمق بيها سنة. تمام، نجرب درجة زي دي. ممكن برضو احط selective color لان انا الدرجة عندي فاتحة شوية، محتاج ان انا اغمقها سنة. هل ده سنة برضو بسيطة؟ تمام. خش على الأبيض برضو. ممكن نهدي الأبيض سنة. بالشكل ده تمام. اوكي، انا كده ممكن اكون وصلت للآخر. طيب ده شكل الفيجوال النهائي. خلينا نقفل ده. طيب وبكده يا جماعة أكون وصلت لآخر حلقة. حابب إن أنا أشوف آرائكم، حابب إن أنا أشوف كومنتاتكم. لو عندكم أي أفكار جديدة، لو عندكم حاجة حابين إن إحنا نطبقها مع بعض، مفيش أي مشكلة، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس اللي تحت. وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.